بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا فيكم أعزائي الطلبة في قناة تعلم بالقلم. نشرح مع بعض منهاج الأردني في مادة الفيزياء الصف التاسع. اليوم رح نشرح درس تسارع السقوط الحر. تسارع السقوط الحر هو عبارة عن مفهوم يستخدم لوصف حركة الأجسام. مفهوم بيوصف عندي حركة الأجسام. أي أجسام؟ الأجسام المقذوفة رأسيا، سواء كانت الحركة إلى الأعلى أو إلى الأسفل. الآن رح نفهم هذا التعريف بشكل أكبر، ورح نشوف شو يعني تكون الحركة إلى الأعلى أو تكون الحركة إلى الأسفل. نرجع نحكي إنه إحنا حكينا لو رميت أي جسمين مع بعض باختلاف الكتل أو باختلاف المساحة أو باختلاف قوة الرياح تأثيرها على الجسمين، أي الجسمين رح يوصلوا أول. بالفيزياء في عندك مفهوم السقوط الحر، بحكي لك إنه الأرض مركز، الأرض بيجذب أي جسم باتجاهه. أي جسم ساقط يسقط بتسارع، هذا التسارع بنسميه سقوط الحر، هذا التسارع بنسميه السقوط الحر، بنرمز له بالرمز جيم، وهو مقدار ثابت لجميع الأجسام يساوي 9.8 تقريبا. احنا بنحطه هون عندكم يساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. إذا تسارع السقوط الحر بنرمز له بالرمز جيم ويساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. السقوط الحر دائما يكون باتجاه مركز الأرض، دائما يكون باتجاه مركز الأرض. على فرض أن هذه الأرض وعندي هون جسم، الأجسام دائما تسقط باتجاه مركز الأرض، إذا للأسفل. ولو فرضت أني أنا عندي هاد محور الصادات، حيكون عندي الصادات الموجب للأعلى وفي عندي الصادات السالب للأسفل. بما إنه تسارع السقوط الحر دائما للأسفل فهو دائما باتجاه الصادات السالب، بالتالي تسارع السقوط الحر دائما يساوي سالب 10، هو دائما سالب متر لكل ثانية تربيع، لأنه تسارع السقوط الحر دائما يجذب أو يسحب الأجسام إلى مركز الأرض إلى الأسفل باتجاه الصادات السالب، لهيك رح نحط له الإشارة السالبة. الآن خلينا نحكي لو أنا أحضرت جسمين، نحكي ورقة مسطحة، هاي ورقة مسطحة، ورقة مشابهة تماما مطابقة تماما لهذه الورقة، لكن شو عملت فيها؟ قمت بثنيها، قمت بطيها، قمت بإسقاط هذول الورقتين من ارتفاع معين إلى سطح الأرض. أي الورقتين رح توصل لسطح الأرض أولا؟ الآن لنكون متفقين بما إنه هاي هي نفسها هاي الورقة لكن قمت بطيها، فإنه الورقتين لهم نفس الكتلة، تمام؟ الآن بما إنه الورقتين لهم نفس الكتلة وأنا رميتهم، عملت تجربة أنتوا لحالكم، راح تلاحظوا إنه الورقة المسطحة دائما توصل متأخرة، الورقة المثنية أو المطوية راح توصل أسرع. هذه الورقة تصل أولا، الورقة المثنية سوف تصل أولا، الورقة المسطحة سوف تصل ثانيا. والسبب هنا أن مساحة سطح الورقة المسطحة كبير، بالتالي تأثير الهواء عليها كبير، وهو الذي يمنع وصولها إلى سطح الأرض بسرعة، يمنع وصولها إلى سطح الأرض بسرعة. إذن زيادة مساحة السطح، زيادة مساحة السطح، زيادة مقاومة الهواء. كل ما بتزيد عندي مساحة السطح معناها رح تزيد عندي مقاومة الهواء، مقاومة الهواء للورقة المسطحة أكبر من مقاومة الهواء للورقة المطوية، بالتالي التنتين رح ينسحبوا لسطح الأرض، لمركز الأرض، بتسارع مقداره 10. لكن الورقة المسطحة بسبب مساحتها الكبيرة راح يأثر عليها الهواء بشكل كبير، والدليل إني أنا لو أخذت الورقتين وطعجتهم راح ينزلوا يوصلوا مع بعض. لو أنا أحضرت جسمين مثل كرة وأيضا بطيخة، عندي هاي البطيخة وعندي أنا هون كرة، الكرة راح تكون عندي مملوءة بالهواء والبطيخة طبعا وزنها ثقيل، إذا هون جسمين ليس لهم نفس الكتلة، إذا البطيخة هون كتلة أكبر وعندي هاي كتلة أقل، وأنا رميت هدول الجسمين بدي إياهم يوصلوا لسطح الأرض، إذا عشان يوصلوا لسطح الأرض في عندي للأسفل التسارع الجاذبية الأرضية وتساوي سالب 10 متر لكل ثانية تربيع. لو قمت بإسقاط الجسمين وقمت تصويره بالفيديو بطيء راح تشوفي بالفيديو بالتصوير البطيء وصول الجسمين معا إلى سطح الأرض. الآن خلينا نحكي ندرس الشكل. لو أنا عندي كرة، هذه الكرة كل ما عملته إني أخذت هذه الكرة ورميتها إلى الأعلى، رميت الكرة إلى الأعلى، قذفت الكرة إلى الأعلى، يعني أعطيتها سرعة. بما إني استخدمت مصطلح قذفتها أو رميتها رح أسمي هاي سرعة عين واحد، عين واحد إلها قيمة معينة أعطيتها لهاي الكرة. الآن السرعة في هذا الاتجاه، السرعة للأعلى،
باتجاه الأعلى، والتسارع عندي دائما إلى الأسفل، التسارع عندي دائما للأسفل، تسارع السقوط الحر، التسارع دائما للأسفل. رح تصير الكرة تصعد للأعلى، تستمر بالصعود إلى الأعلى لحتى توصل أقصى ارتفاع، أقصى ارتفاع، ثم تنزل. الآن أنا رميت كرة للأعلى، سرعتها للأعلى، فإن سرعة الكرة سوف تبدأ بالتباطؤ لأن الجاذبية الأرضية تسحبها إلى الأسفل. أنا أعطيتها سرعة معينة إلى الأعلى، تستمر بالصعود إلى الأعلى، وكلما ارتفعت سرعتها تقل 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 حتى تصل إلى صفر. عندما تصل سرعتها إلى صفر تكون وصلت أقصى ارتفاع أعطيتها إياه. بدي إياه ارتفاع هيزيد، لازم أزودها بسرعة أكبر. أعطيها سرعة أكبر رح ترتفع أكثر أكثر وتضل السرعة تقل حتى توصل صفر ورح تسقط. بدي إياها ترتفع أكثر، بدي أزودها بسرعة أكبر، أزودها بسرعة أكبر رح تضلها ترتفع للأعلى والسرعة تقل 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 حتى تصل إلى صفر ثم تعود إلى الأرض. لماذا السرعة تقل؟ لأن هناك تسارع الجاذبية الأرضية يسحبها إلى الأسفل، فبالتالي السرعة اللي أنا زودتها فيها، قذفتها أو رميتها فيها رح تبدأ تقل حتى تصل إلى صفر. عند أقصى ارتفاع السرعة تكون صفر دائما، عند أقصى ارتفاع السرعة تكون صفر. يعني ما يحكي لك عند أقصى ارتفاع احسب السرعة، مباشرة بحكي له السرعة تساوي صفر. إذا أنا رميتها بسرعة معينة رح أسميها عين واحد، بما أني أنا رميتها فيها عين واحد، عين اتنين، تحديد الرقم هذا يعتمد أنا من وين بدأت القصة. الحدث عندك من وين بدأ؟ هل الحدث بدأ من شيء ساقط من الأعلى؟ هل الحدث بدأ من شيء مرمي من الأعلى؟ إذا أنا هون بدأت أنه أنا رميت كرة للأعلى، فبالتالي سميتها عين واحد، وصلت لأقصى ارتفاع سميتها عين اتنين. الآن الكرة رح تنزل للأسفل، اتجاه حركتها هو نفسه اتجاه السرعة، حيكون باتجاه السالب، واتجاه الجاذبية الأرضية التسارع كمان دائما باتجاه السالب. السرعة والتسارع في نفس الاتجاه، سرعة الكرة راح تبدأ تتزايد. هون الكرة تتباطأ، كانت كلما ارتفعت للأعلى سرعتها تباطأت، هون سرعتها تزايدت. إذا راح تكون سرعتها صفر وتبدأ بالسقوط، السرعة سوف تزيد 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 حتى لحظة ارتطامها إلى الأرض. لحظة الارتطام تكون لها أعلى سرعة، أعلى سرعة في لحظة الارتطام، لحظة ارتطام الكرة بالأرض تكون لها أعلى سرعة. الآن لحتى أحل أي مسألة وأعرف كم عين واحد كم عين اتنين، كم هاي المسافة، ما هو أقصى ارتفاع لإلها وصلت له، أقصى ارتفاع لهون، أقصى ارتفاع لهون، احسبيني أقصى ارتفاع وصلت له. حتى أحسب هاي الأمور كلها تستخدم نفس معادلات الحركة الثلاث باستبدال بعض الرموز القليلة. الأولى، المعادلة الأولى بتحكي لي إنه عين اتنين تساوي عين واحد زائد تا في زين. هاي المعادلة راح تصير كالتالي، راح تصير عندي عين اتنين تساوي عين واحد، عين اتنين طبعا السرعة الثانية وعين واحد السرعة الابتدائية، هاي السرعة النهائية السرعة الابتدائية، زائد تا. التا تسارع، أنا عندي التسارع هون هو عبارة عن تسارع الجاذبية الأرضية، وحكينا راح نرمز له بالرمز جيم، وتسارع الجاذبية الأرضية حكينا دائما للصادات السالب، فراح نعوض سالب. في معادلات الحركة لما نكون نحل مسائل للسقوط الحر، الإشارات تعوض في المعادلة وهي إشارات مهمة وذات معنى. الآن بدل تا حطينا سالب جيم، والزمن حيضل نفس الشيء. إذا هاي المعادلة، بس الاختلاف إنه بدل التسارع سالب جيم. المعادلة الثانية اللي هي عين تنين تربيع تساوي عين واحد تربيع زائد تنين تا سين، رح تصير كالتالي، عين تنين تربيع تساوي عين واحد تربيع زائد تنين، مكان تسارع تا رح أحطها سالب جيم لأنها دائما باتجاه الصادات السالب. سين إحنا كنا نحكي إنها هي إزاحة أفقية، بتحرك على شكل أفقي. الآن أنا بتحرك بشكل عمودي، الأصل يكون في عندي إزاحة عمودية. لما أنا بتحرك بشكل عمودي فالإزاحة حتكون عندي عمودية بمحور الصادات، فعشان هيك أنا هون سين محور السينات، بتحرك محور السينات، صاد رح أحط هون صاد لإني بتحرك على محور الصادات. المعادلة الثالثة هي عبارة عن كانت صاد تساوي، أسفك، هي عبارة عن سين، راح تصير صاد، هي عبارة عن سين تساوي عين واحد زين زائد نص تا زين تربيع. هاي المعادلة راح تصير كالتالي، مكان سين راح أحط صاد، بتحرك على الصادات، محور الصادات، يساوي عين واحد زين زائد نص، ومكان تا راح أحط سالب جيم زين تربيع. إذا أنت بيكفيك تحفظ معادلات الحركة الثلاث، والتغيير هو تغيير بناء على فهمك، لأنك أنت بتعرف الآن أنه مكان التسارع أنا عندي تسارع الجاذبية الأرضية برمز له بالرمز جيم، وهو دائما باتجاه الصادات السالب، فلذلك راح أحط دائما سالب ومقداره دائما معروف 10، ومكان سين إزاحة أفقية، الآن أنا صار عندي إزاحة عمودية راح أحط صاد.
إذا خلينا نكتب هون الملاحظات اللي أنا عملتها. مكان تا عوضت سالب جيم، لماذا؟ لأن اتجاه التسارع هو اتجاه الجاذبية الأرضية، ودائما إلى الأسفل. نكتب بين قوسين الصادات السالب، ورح أكتب مكان سين حطينا مكانها صاد. ليه؟ لأن الحركة عمودية على محور الصادات. الآن بما أني عندي حركة عمودية على محور الصادات، حركة عمودية على محور الصادات، يا الكرة راح تكون تطلع للأعلى أو راح تكون الكرة تنزل للأسفل. راح أحط سالب للصاد وراح أستخدم موجب للصاد. إذا كان الجسم يتحرك إلى الأعلى راح تكون موجب باتجاه الصادات الموجب، يتحرك إلى الأعلى، والسالب إذا كان يتحرك إلى الأسفل باتجاه الصادات السالب. صاد عبارة عن إزاحة عمودية على محور الصادات، راح أحط للإزاحة سالب إذا كان يتحرك إلى الأسفل باتجاه الصادات السالب، وراح أحط للإزاحة موجب وعوضها موجب بالقانون إذا كان يتحرك إلى الأعلى باتجاه الصادات الموجب. الآن التعميم اللي عندي، تعميم لجميع الأجسام، هذا التعميم لازم نعرفه، إنه إذا تركت الأجسام للتحرك حركة حرة بتأثير الجاذبية الأرضية، فإنها جميعا تكتسب تسارعا ثابتا يسمى تسارع السقوط الحر. إنه الأجسام إذا رميتها وتركتها تحرك بتأثير الجاذبية الأرضية فقط انعدام مقاومة الهواء، فإنها سوف تكتسب تسارعا يسمى تسارع السقوط الحر. لحتى أعرف أنا كيف أحل مسائل، طبعا راح نحل الأمثلة الموجودة عندي بالكتاب، راح أستخدم هاي المعادلات ورح نفرجيكم كيف إن المسائل جدا سهلة. عندنا هذا المثال بحكي لك، بينما كان حمزة يطل من نافذة منزله الذي يقع في الطابق العاشر من إحدى البنايات، الطابق العاشر هو يطل من الطابق العاشر، سقطت كرة من يده، ما حكى لي رمى وما حكى لي قذف، سقطت، يعني سرعة الكرة أصلا كم تساوي؟ كانت سرعة الكرة صفر، الكرة ساكنة وسقطت، يعني تحركت من السكون. إذا علمت أنها بدأت الحركة من ارتفاع، بدأت الحركة من ارتفاع 45 متر ارتفاع، هاي مسافة صح؟ 45 متر، يعني هذا الارتفاع 45، ارتفاع عمودي، مسافة عمودية، كأني بحكي عن الصادات، كأنه 45 هي بتمثل صاد. بإهمال مقاومة الهواء لحركة الكرة، دائما في السقوط الحر احكي لك اهملي مقاومه الهواء، لتكن جيم تساوي 10، بحكي لك احسبي سرعه الكره لحظه وصولها الى الارض، الزمن الذي استغرقته الكره حتى وصلت الى الارض. الان عشان احل انا مسائل الفيزياء، الخطوات اللي احنا تبعناها دائما بتبعها، اللي هو اكتب المعادلات مما احفظ، اعبر عن الحركه برسم، بعدين احدد هل هي سرعات متغيره ام ثابته. طبعا السقوط الحر هون دائما السرعه تكون متغيره، بالتالي راح استخدم معادلات الحركه الثلاث بالتغيير البسيط اللي احنا اخذناه، ثم احدد المطلوب. خلينا نمشي بالخطوات بالحل بالشكل التالي. الان لازم اكتب عندي القوانين والمعادلات مما احفظ وانا كاتبهم هون. الان انا راح اعبر عن الشكل هذا برسم. الان هو بيحكي لي من الطابق العاشر سقطت الكره من الطابق العاشر، كانت على ارتفاع، اذا كانت كلمه سقطت راح احكي له انه انا هون بدات بعين واحد تساوي صفر، سقطت إلى الأسفل، عين للأسفل وجيم دائما للأسفل، معطيني إنه الارتفاع 45 متر، الارتفاع كامل عبارة عن 45 متر، هاي 45 متر من وحدتها رح أعرف إن هي صاد، كلمة ارتفاع. المطلوب الأول بحكي لك سرعة الكرة لحظة وصولها إلى الأرض، هاي سطح الأرض، بده عين لحظة وصولها للأرض، عين هون رح أسميها عين تنين، ولحظة وصولها إلى الأرض رح تكون هاي إيش مالها؟ أكبر سرعة صح؟ لحظة الارتطام دائما بتكون للكرة أكبر سرعة. عشان أوجد عين تنين عندي من المعطيات جيم عين واحد وصاد، تمام؟ عشان أوجد عين تنين القوانين على جنب، أستخدم هذا القانون أو هذا القانون أو هذا القانون، عندي ثلاث قوانين. الآن أنا هذا القانون أصلا فيش فيه عين تنين، فبالتالي ما رح أستخدمه، رح أطلع على القانون الأول، عين تنين تساوي عين واحد زائد جيم زين في زمن، وأنا ما عندي زمن، فبالتالي ما رح أستطيع أوجد عين تنين بهذا القانون. نطلع على القانون الثاني، الثاني عندك عين واحد عندي، جيم عندي وصاد عندي، بالتالي رح أستطيع أني أوجد عين تنين. لهيك رح أستخدم المعادلة رقم تنين، خلينا نكتبها ونحل عليها. إذن ألف كان عندي المطلوب عين تنين، فاخترت أحل على معادلة رقم تنين على هاي المعادلة، عين واحد تربيع زائد تنين سالب جيم صاد وتساوي عين تنين تربيع تساوي عين واحد صفر، صفر تربيع صفر زائد تنين ضرب سالب جيم اللي هي سالب عشرة ضرب
صاد اللي هي 45. الآن إحنا حكينا إنه الصاد، نرجع للمعلومة اللي حكيناها قبل بالشرح، صاد ممكن تكون سالبة أو ممكن تكون موجبة، إذا كان الجسم يتحرك إلى الأسفل سالبة، وإذا كان الجسم يتحرك إلى الأعلى موجبة. في هذه الحالة الرسم اللي إحنا عندنا صاد الجسم يتحرك للأعلى وللأسفل، يتحرك إلى الأسفل، راح أعوض صاد سالبة، لأنه الجسم يتحرك إلى الأسفل فراح أعوض صاد سالبة. الآن عين تنين تربيع تساوي، نضرب هذا الحكي كله بيطلع عندي 900. أنا بدي عين تنين، عندي هون عين تنين تربيع، تخلص من التربيع بحط تحت الجذر لأنه الجذر بيروح مع التربيع، فبتطلع عندي عين تنين تساوي جذر 900 موجب سالب 30. قيمتين لعين تنين مش ممكن يكون عندي قيمتين بالفيزياء، هي قيمة واحدة، أختار السالب ولا أختار الموجب؟ متر لكل ثانية، أختار السالب أم أختار الموجب؟ الآن إشارة السرعة تدل على الاتجاه، السرعة اتجاهها باتجاه الصادات السالب، عشان هيك أنا رح أختار إنه عين تنين تساوي سالب 30 متر لكل ثانية، اخترت السالب لأنها تدل على الاتجاه. هيك إحنا بنكون أوجدنا عين تنين هون بتساوي عندي 30 متر لكل ثانية، والسالب هي اتجاهها. الآن مطلوب الثاني، هيك ما خلص السؤال، بحكي لك أوجدي الزمن، الزمن الذي استغرقته الكرة حتى وصلت إلى الأرض. الزمن يعني أنا هون رح أكتب المطلوب اللي هو إيش؟ زين، أوجد زمن، تمام؟ رح أشوف المعادلات، نرجع للمعادلات اللي إحنا كتبناها هون، معادلات الحركة 3، عشان أوجد زمن مين أختار؟ عندك عين واحد وعين تنين وجيم وعندك صاد. بستطيع استخدم اي معادله بدي اياها، هاي المعادله طبعا ما راح استخدمها لانه ما فيها زمن. بستطيع استخدم هاي المعادله، عندي صاد وعندي عين واحد وعندي جيم، بدي اوجد زمن، لكن انا عندي هون زمن تربيع وزمن، فبالتالي راح يصير عندي دوره تربيعيه. طلع المعادله الاولى، عين تنين تساوي عين واحد زائد سالب جيم زين، هذا اسهل شيء عشان اوجد الزمن، فبالتالي راح اختار هاي المعادله. نكتبها عين تنين تساوي عين واحد زائد سالب جيم زين. عين تنين عندي تساوي، أوجدناها، سالب 30. سالب والموجب مهم وضروري تعويضه في السقوط الحر، حلك بيطلع غلط إذا نسيتي سوالب الموجب، ويساوي عين واحد اللي هي الصفر زائد سالب 10 ضرب الزمن، يعني بيطلع عندي سالب 30 يساوي سالب 10 زين. عشان أتخلص من السالب 10 أنا بدي زمن، أقسم على سالب 10 وبقسم على سالب 10، دول بروحوا مع بعض، السالب مع السالب، صفر مع الصفر، يضل عندي انه 3 يساوي الزمن. الزمن يساوي 3 ثواني. ثواني موجب، دائما الزمن موجب. لو طلع عندي سالب معناها انا في عندي مشكلة بالحل، في بحلي اشي غلط، اذا عندي زمن 3 ثواني. لحتى سقطت الكرة من ارتفاع 45 متر ووصلت الارض بس احتاجت 3 ثواني، ولما ارتطمت بالأرض كان سرعتها 30 متر لكل ثانية. هذا هو مثال 2.9، إن شاء الله يكون مفهوم. المثال الثاني بحكي لك، قذفت كرة من سطح الأرض رأسيا إلى الأعلى بسرعة 12 متر لكل ثانية بإهمال مقاومة الهواء. طبعا دائما رح أحكي لك إهمال مقاومة الهواء، جيم تساوي 10 متر لكل ثانية تربيع، معروفة لازم نكون حافظينها وعارفينها حتى لو السؤال ما أعطاني إياها، قيمة ثابتة هاي. احسبي كل من أقصى ارتفاع والزمن المستغرق. أول شيء معادلة الحركة لازم أكتبها على جنب، ثاني خطوة أعبر عن السؤال برسم أفهمه برسمه، ثالث خطوة أكتب المطلوب. كيلك قذفت كرة من سطح الأرض رأسيا إلى الأعلى، يعني هي كانت على سطح الأرض وأنا قذفتها، كلمة قذفت يعني أعطيتها سرعة، أعطاني السرعة بسرعة 12 متر لكل ثانية، يعني عنده عين واحد تساوي 12 متر لكل ثانية، رميتها للأعلى، بس هاي المعطيات المطينية، إني في عندي كرة وأنا قذفتها رأسيا إلى الأعلى. رقم واحد، المطلوب أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة، أنا رح أرميها للأعلى، رح ترتفع 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 وسرعتها تقل لحتى تصير سرعتها صفر، عين تنين رح تصير صفر، هون بيكون عندي إيش؟ أقصى ارتفاع. إذا بما إنه هو استخدم جملة أقصى ارتفاع فكأنه هو أعطاني معطى، معطيات عند أقصى ارتفاع أنا بعرف إنه السرعة الثانية تساوي صفر، هو بده ما بده السرعة الثانية عند أقصى ارتفاع، هو بده أقصى ارتفاع، يعني بده كم هذا الارتفاع، كم
أقصى ارتفاع اللي هو بده صاد. لو حكى لي السرعة عند أقصى ارتفاع بسيطة، السرعة عند أقصى ارتفاع دايما صفر، لأنه الجسم بيصعد للأعلى سرعته بتصير تقل تقل، بوصل لأقصى ارتفاع بتكون سرعته صارت صفر وبيبدأ بالنزول. إذا سرعته عند أقصى ارتفاع تساوي صفر. أقصى ارتفاع يعني مطلوب مني صاد تساوي كم؟ هذا هو المطلوب. إذا المطلوب مني صاد. معادلات الحركة الثلاث، خلينا نطلع عليها ونختار واحدة من معادلات الحركة الثلاث. أنا عندي هدول المعادلات، أختار أي واحدة منهم عشان أوجد صاد. هاي وهاي فيهم صاد، عين تنين وعين واحد موجودين وجيم موجودة وصاد بدي إياها، تمام؟ فرح أستخدم هاي المعادلة. هاي المعادلة مباشرة، إحنا دايما بنستخدمها غالبا كنا في الحركة في على محور السينات، لكن زمن أنا ما عندي، فبالتالي هاي المعادلة ما رح أستخدمها في هذا السؤال، لأنه هذا السؤال مش معطيني زمن، تمام؟ فبالتالي رح أضطر أستخدم هاي المعادلة عشان أوجد مين؟ أوجد صاد. ها عين تنين تربيع تساوي عين واحد تربيع زائد تنين سالب جيم صاد. فبحكي إنه عين تنين عندي اللي هي أصلا صفر، صفر تربيع صفر، عين واحد اللي هي 12 تربيع زائد تنين ضرب سالب 10 ضرب صاد. حركة الكرة للأعلى أم للأسفل؟ للأعلى، فبتوقع إنه صاد لازم تطلع عندي موجبة، صح؟ لما أوجد إجابة نهائية صاد الأصل تطلع عندي موجبة، لأنه حركة الكرة للأعلى. وتساوي 12 تربيع اللي هي 144 زائد 20 سالب 20 صاد. 144 راح أخذها على الطرف الثاني، راح تصير سالب 144 تساوي سالب 20 صاد. بدي أخذ قيمة صاد أعرفها، بتخلص من سالب 20 بتخلص من سالب 20، فبقسمها على الطرفين بيروحوا مع بعض، سالب مع سالب بيروحوا مع بعض، فبيكون عندي إنه 144 على 20 صاد تساوي 7.2 متر. إذا هاي المسافة عبارة عن 7.2 متر. المطلوب الثاني بحكي لك الزمن المستغرق، قد ايه الزمن من لحظة قذف الكرة، من اللحظة التي قذفت فيها الكرة إلى أن تصل إلى أقصى ارتفاع لها، كم الزمن الذي تحتاجه الكرة؟ ما حكى لك الزمن المستغرق من لحظة قذف الكرة حتى عودتها إلى الأرض، هون بتصير بدك تضرب الزمن باثنين، لكن هو بس بده الزمن من لحظة قذف الكرة حتى وصولها أقصى ارتفاع، يعني مش ذهاب وعودة. انتبه في أسئلة بتطلب منك ذهاب وعودة، فبالتالي رح تضطر تضرب الزمن في اثنين. طيب عشان أوجد الزمن، إذا عندي أنا هون المطلوب هنا الزمن، رح أستخدم واحدة من معادلات الحركة. عندي عين واحد، هاي طبعا ما رح أستخدمها ما فيها زمن، رح ألجأ لهاي أو لهاي، والأسهل إني أوجد هاي لأنه في شي فيها زمن وزمن تربيع، هاي أسهل معادلة، رح أكتبها المعادلة وأوجد الزمن اللي هي عين تنين تساوي عين واحد زائد سالب جيم زين، وتساوي عين واحد اللي هي 12، عين تنين اللي هي صفر زائد سالب 10 ضرب الزمن. 12 راح اخذها على الجهة المقابلة تصير عندي سالب 12 تساوي سالب 10 في الزمن، اقسم على سالب 10 اقسم على سالب 10، السالب مع السالب بتروح، 12 على 10 1 2 ثانية يساوي الزمن، والزمن هون عندي طبعا لازم يكون موجب، بالتالي انا حلي صحيح. غالبا الاسئله ما بتطلب منك اكثر من هيك. في عنا مثال اخر، هذا المثال شرحنا رسم صف التغيرات في سرعه كره قذفت من سطح الارض راسيا الى الاعلى، وذلك من لحظه قذفها الى ان تعود الى الارض. احنا حكينا انه كره بدي اقذفها للاعلى، الكره عندما تقذف الى الاعلى تكتسب تسارع ثابت، يكون دائما للاسفل اللي هو جيم. التسارع والسرعه باتجاهين متعاكسين، السرعه للاعلى التسارع للاسفل، سرعة الكرة راح تضلها تتناقص لحتى تصبح صفر. هون بتكون وصلت إلى أقصى ارتفاع، لما توصل لأقصى ارتفاع راح ترجع تنزل للأسفل، تحول اتجاه حركتها للأسفل، راح يكون التسارع للأسفل طبعا دائما للأسفل، والسرعة للأسفل، والسرعة والتسارع بينهم صاروا بنفس الاتجاه، الكرة سرعتها راح تضلها تتزايد لحتى توصل للأرض بأكبر سرعة، ترتطم في الأرض بتكون عندها أكبر أو أعلى سرعة. الآن قذفت كرة رأسيا إلى الأعلى من سطح الأرض، فكان أقصى ارتفاع لها، إذا هاي من سطح الأرض قذفناها إلى الأعلى، أعطاني أقصى ارتفاع، يعني أعطاني هذا الارتفاع اللي هو 11.25 متر، بما إنه الوحدة متر فبعرف إنه هذا عبارة عن صاد، أعطاني صاد. الآن بما إنها قذفت معناها إلها سرعة، والسرعة ما أعطاني إياها مجهولة، وصلت أقصى ارتفاع، عند أقصى ارتفاع دائما السرعة تساوي صفر، هاي المعلومات اللي بعرفها. قذفت رأسيا إلى الأعلى، أقصى ارتفاع إلها 11.25، عند أقصى ارتفاع دائما السرعة تساوي صفر،
أعطيتها سرعة لأني استخدمت كلمة قذفت فإلها سرعة، وسرعة هي أنا ما بعرفها. مطلوب أصلا السرعة الابتدائية، يعني أو مطلوب هون أوجد عين واحد. عشان أحل عين واحد رح أطلع على معادلات الحركة الثلاث. عين واحد عندي تالي، هي عين واحد هون بقدر أوجدها. عندي زمن؟ ما عندي زمن. عندي عين اثنين تالي، هذا ما رح أستطيع أن أوجد فيه لأنه مش معطيني زمن. بدي عين واحد وما يكون عندي زمن، هاي عين واحد وما في زمن. صاد أعطاني إياها، جيم دائما 10. عين اثنين عند أقصى ارتفاع 0، بضل عندي عين واحد، فبالتالي راح استخدم هذا القانون، راح استخدم هذا القانون لحل المطلوب الأول. الآن أنا استخدم هذا القانون بتصير عندي عين واحد موجودة. بحكي لك المطلوب بده الزمن، لكن انتبهي إنه الزمن من لحظة قذف الكرة إلى أن تعود إلى الأرض. أنت لما تحسب الزمن راح تروحي على هاي المعادلة، أسهل معادلة لحساب الزمن، لكن لما تحسب الزمن وتوجديه بيعطيك الزمن لأقصى ارتفاع. الآن بدي إياها حتى تعود إلى الأرض، بالتالي راح تضربي الزمن، الزمن اللي راح توجديه المطلوب هون زمن، وعشان توجديه راح تضربيه كمان ب2، يعطيني الزمن الكلي لذهبت لأقصى ارتفاع ورجعت عادت إلى الأرض، فبدك زمن في ضرب 2. بتمنى إنه يكون الدرس مفهوم وسهل لإلكم. الفيديو الجاي راح يكون في فصل جديد عن القوة وقوانين الحركة. لا تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وشير، وتخبروا أصدقائكم عن قناة علمنا بالقلم.